قطك اللي بيجي يشتري منك ريال بيشتريه بكام؟ ب 8.23. يا استاذ علي. اي يا فندم. 8.23. يا استاذ علي. ايوه مع حضرتك. اللي بيجي يشتري منك ريال بيشتريه بكام؟ بيشتري ب 8.23. سامعني حضرتك ولا لا؟ لا انا سامعك بس انت اللي مش سامعني. يعني لو جبت لك بكره 8.23 تديني ريال؟ ايوه انا لو عندي ريال الصبح هديهولك. لو عندك. هو هو بيتباع بكام في السوق دلوقتي؟ احنا بالنسبه لنا 8.23 مالناش دعوه بالسوق خالص. دي تعليمات البنك المركزي العاطله عندنا ديت. انا عارف يا فندم تعليمات البنك المركزي. أيوة. اللي ما بيلاقيش عندك اما بيروح يشتريه بيشتريه بكام؟ لا ما عرفتش والله. احنا ده السعر اللي عندنا المعلن على الصرافات كلها. كل الصرافات بتنفذ الاسعار اللي موجوده عندها طول ما عندها عادي خالص. في اي وقت بيجي لك تفتيش وانت واقف بيخش تفتيش. انا فاهم دلوقتي. انا عايز اعرف برضو معلوماتك. ما انت اكيد عارف السوق بيبيعوا الريال بكام؟ احنا بنبيعه ب 8.23. طيب يعني مثلا اللي بيبقى جاي عايز 1000 ريال يلاقي؟ انا بدي 500 لواحد ومراته، 500 لنا و500 لي. ولازم يبقى معاه باسبور وتذكره وحاجات كده؟ لازم يبقى التذكره مدفوعه والتاشيره موجوده. والراجع التذكره عندنا على المدفوعه. لا لو مش مدفوعه مش هنديله. فبتدي الفرد 500 ريال على 8.23. تمام كده. تمام. طيب واخبار ياخد البديل بقى حضرتك؟ يعني ممكن ياخد الكويتي. ياخد شويه دراهم، ياخد دينار كويتي. كويتي منه فوق ال 100 جنيه فدايما محاسب يطلبه متوفر. ده بيساعد رايح عمره. ورق قليل. ايوه وبينفع معانا احنا ان احنا ممكن نبيع الكويتي دوت. محاسب مفيش شرفات بتخليه بتخلص منه على طول اول باول. ليه؟ هو تقيل في بيعه. 100 جنيه اخد كويتي. نعم كويتي. كويتي ب 100 جنيه دلوقتي ولا انا فاهم غلط؟ اكتر من 100 جنيه. الدينار الكويتي اكتر من 100 جنيه؟ ايوه. طب والله ده حاجه عظيمه. زين. أيوة. نقبض بالدينار الكويتي ده؟ كان ب 13 جنيه. انا فاكر. وكنا شايفينه كتير برضه. والله.